السلام عليكم. يحتفل العالم باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو. في هذا اليوم أيضا لا يجد عمال اليمن ما يحتفلون به بعد أكثر من عامين من الحرب التي أعلنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع بعد سيطرتها على السلطة في البلاد. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذه القضية لنناقشها في محورين: وضع العمال اليمنيين بعد نحو عامين من الحرب، والمعالجات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة عمال الجمهورية على تجاوز أوضاعهم. دونا عن بقية أقرانهم في العالم، لا يجد العمال اليمنيون في هذا اليوم ما يدعو للاحتفال بعد أن أصبحوا بلا عمل منذ أكثر من عامين، لكنها مناسبة للتذكير بما تعانيه هذه الشريحة. 8 ملايين يمني فقدوا مصادر دخلهم بسبب الحرب، بينما 7 ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص بحسب مصادر رسمية ونقابية. تم تسريح مئات الآلاف من موظفي القطاع الخاص بسبب إغلاق هذه الشركات، فيما موظفو القطاع العام بلا رواتب للشهر 8 على التوالي. وإذا ما عرفنا أن هؤلاء يشكلون الشريحة المعيلة لباقي الفئات، نصبح أمام كارثة إنسانية تعبر عنها الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية، والتي تؤكد منذ اندلاع الحرب أن معظم اليمنيين باتوا يحتاجون للمساعدة العاجلة، وأن كل دعوات الإغاثة لم تجد طريقها لتصل إليهم. ويوما عن يوم تزداد الحالة الإنسانية لليمنيين سوءا. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. بدأت القصة من هنا، من شيكاغو المدينة الأمريكية. كان ذلك قبل 133 عاماً بانتفاضة عمال أساسها المطالبة بتخفيض ساعة العمل إلى 8 ساعات، انتهت باشتباك أسفر عن قتلى. كان شعار عمال العالم آنذاك 8 ساعات للعمل، و8 ساعات للإطلاع والمعرفة، و8 ساعات للنوم. ومنذ ذلك اليوم وعمال العالم يحتفلون في الأول من مايو من كل عام بأحد أهم إنجازاتهم. وهنا في صنعاء انتهت هذه القصة على نحو مأساوي، فقد دفنت أحلام العمال تحت وقع صرخات هذا الجمع الميليشياوي الذي رفع في صيف 2014 شعار إسقاط الجرعة. لم تمضي سوى أيام حتى رأينا كل شيء قد سقط إلا الجرعة. سقطت العاصمة والدولة ولم يعد هناك ساعة عمل ولا مرتب، في حين تصاعدت الجرعة لتتجاوز حدود الاحتمال. وفي تعز المكلومة بالحصار ثمة حرية وثمة كرامة، أتاحت لهؤلاء فرصة للاحتجاج، وهم من يعيش تحت وطأة الحرب وتبعاتها السيئة. أوجه رسالتي اليوم بمناسبة عيد العمال للعمال اليمن: أوقفوا ضد الحوثاء وأنصار المخلوع. والله العمل في تعز غير من قبل، يعني كان حركة والشركات مفاتيح وشغل واصل. هذه الايام ما ابوش، واليوم بمناسبه عيد العمال يعني الناس كلها كل يوم معطي. اما في صنعاء فلم يخرج احد، وبدلا من ذلك تكلم قاده الحرب هؤلاء باسم العمال بلا خجل لتمرير رسائل سياسيه مفادها: لسنا نحن من افقدكم وظائفكم وارزاقكم بل العدوان. لكن هذا العامل لديه راي اخر. والله ما الاعمال باليمن ككل ولا يوجد من سنتين ولا يوجد اي عمل. السبب عفاش والحوثيين. 3 أعوام عجاف و8 أشهر لم تتمكن خلالها الشريحة الأوسع من قوة العمل في البلاد من الحصول على مرتباتها، في حين يضاف في كل يوم منزل جديد إلى أحياء صنعاء لمشرف أو قائد ميداني يعمل في حلف الإنقلاب الموالي لطهران. الأمل هو وقود الحياة للملايين من الذين فقدوا العمل ووجدوا أنفسهم في خضم حرب فرضها الإنقلابيون لغاية الاستئثار بالسلطة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع أمين عام اتحاد عمال اليمن فضل العاقل من صنعاء. مرحبا بك سيد فضل. أهلا ومرحبا بك. بالبداية سيد فضل، مناسبة اليوم العالمي للعمال، كيف يبدو وضع العمال اليمنيين؟ الحقيقة أنه هذا العيد عملنا حفل اليوم من أجل استمرارية الحياة، وأيضا
تم تكريم بعض العمال في بعض الشركات في شركة الحراسات إلى آخره لجهودهم وأعمالهم في مرافق عملهم. نحن الآن في بلادنا بالفعل نعيش ظروف صعبة لا يمكن أن ننكرها جراء الحرب التي للأسف الشديد كثير من العمال فقدوا مصادر رزقهم بضرب المصانع، وأيضا ازدادت الحالة سوءا جراء الحساب القائم، وهذه الأشياء كلها أثرت على العامل وعلى النقابات. فنحن منظمة جماهيرية مستقلة تعمل من أجل مصالح العاملين ولتحسين ظروفهم، ولنا موقف نحن من السياسات الجابية والصراعات بين الأحزاب نتحصل فيها بحيث أنه نريد للعامل عيشه الكريم واستقراره وأمنه. نعم. هذه أهم الأشياء. نعم. حتى لا نحسب على أي طرف من الأطراف، همنا مصلحة العمال وحقوق المشروع في العيش الكريم. نعم. نعم أستاذ فضل، ما قيمة أن تحتفلوا اليوم باليوم العالمي للعمال وتكرموا بعض العمال وهم أصلا بلا عمل؟ نحتفل اليوم مع نقابة، لكن احتفال عيد العمال العالمي بيكون يوم 8 تقريبا في صنعاء، من أجل طرح الهموم والمشاكل التي يعاني منها العمال والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. يعني هذه الأشياء لا ليس بإمكان أي إنسان أن يتحملها، وخاصة الظروف. نحن أولا من أكثر الأطراف تشغيلا للعمالة بطالة كثيفة، وجاءت هذه الحرب للأسف الشديد لتعطل الكثير بحيث أنه وصل في المشكلة. نعم. من العاطلين أيضا لا يكون معاشاتهم رواتبهم حتى الآن. نعم. العمال الذين تم تسريحهم في ظل ظروف الحرب، ما هو وضعهم القانوني الآن؟ العمال الذين تم الموظفين الذين تم تسريحهم من وظائفهم، ما هو وضعهم القانوني؟ أستاذ فاضل هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ فضل العاقل أمين عام اتحاد عمال اليمن، كان معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالتأكيد يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للعمال، وللأسف الشديد في اليمن ما يقارب من 7 إلى 8 مليون عامل في اليمن فقدوا وظائفهم بسبب الحرب التي قامت بها ميليشيا الحوثي على كل ربوع اليمن. العديد من الشركات في اليمن تم إغلاقها، والشركات الخاصة التي كانت ربما تستوعب العديد أو مئات الآلاف من الموظفين، بالإضافة إلى أيضا موظفي الدولة الذين باتوا بلا رواتب لأكثر من 7 أشهر، وهناك كارثة ربما تتفاقم يوما وراء آخر، ولا تولي الميليشيا أي اهتمام لهذه الشريحة الواسعة رغم تسببها للحرب، وأوصلت حال اليمن والعمال بشكل خاص إلى هذا الوضع السيء. ينضم إلينا الآن من عدن الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي. مرحبا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد الجماعي مساء الخير. إذن أيضا إلى أن يجهز الاتصال بالأستاذ محمد الجماعي، كما تحدثت قبل قليل هناك ملايين اليمنيين أصبحوا بلا وظائف، وأيضا من لديهم وظائف أصبحوا بلا رواتب، وهي كارثة إنسانية. الميليشيا تنصلت عن كل التزاماتها أمام هؤلاء الموظفين وأمام جميع الذين فقدوا وظائفهم. الحكومة الشرعية تبذل جهودا في يعني توفير ولو الحد الأدنى للموظفين على الأقل في المحافظات المحررة، لكن ليست بالشكل المطلوب وليست منتظمة، وهناك كارثة يعني إنسانية الكثير وصل بهم حد الجوع. أيضا عدم وجود المنظمات الإغاثية التي تلبي شريحة هذه العمال وتوفر لهم ما يحتاجون. أصبح الوضع بالنسبة لليمنيين بأسوأ حالة ممكنة، لم تمر على اليمن مثل هكذا مرة. أعود للأستاذ محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي من عدن. مرحبا بك أستاذ محمد.
إذا ربما أيضا مشكلة في التواصل مع الأستاذ محمد الجماعة. إلى أن تجهز الاتصالات سنعود بكم اتصال، نذهب لهذا الفاصل القصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعدنا معكم في هذه الحلقة التي خصصنا على العمال اليمنيون في عيدهم عامان من البطالة الإجبارية. وينضم إلينا الآن من عدن الصحفي الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله. مرحبا بك. ملايين اليمنيين أستاذ محمد فقدوا وظائفهم خلال الحرب، أين يذهبون؟ أو بطريقة أخرى، كيف أثر انضمام هؤلاء إلى طابور البطالة على الوضع الاقتصادي في البلاد؟ والله للأسف الشديد يأتي عيد العمال للمرة الثانية في اليمن، واليمن تعيش حالة حرب في على مختلف الأصعدة وفي مختلف يعني محافظات كثيرة من محافظات اليمن. وتقارير الأمم المتحدة الخاصة بالإغاثة والخاصة وغير التقارير الأممية، هناك تقارير محلية أيضا، كلها تشير إلى الوضع الذي وصل إليه العمال في بداية عام 2014 نهايته وبداية 2015. أصدرت منظمات محلية تقارير عن انتهاء المشاريع الصغيرة بالكامل والمتوسطة بسبب الكهرباء، ثم بعد ذلك بسبب الحصار، ثم بعد ذلك بسبب التضييق، ثم بعد ذلك بسبب المشتقات النفطية. يعني معظم العمال اليمنيين خرجوا من وظائفهم في بداية هذه الحرب بسبب عدم توفر الخدمات الأساسية للمشاريع الصغيرة أو للمشاريع المتوسطة، فضلاً عن تسريح كثير وآلاف وعشرات الآلاف من العمال من الشركات الكبيرة وإغلاق بعضها وهجرة البعض الآخر من رؤوس الأموال. هناك مشكلة داخلية كبيرة جداً هي التي أدت إلى هذا الوضع الذي نعيشه الآن. نعم أستاذ محمد، تكرم البقاء معي. نعود إلى صنعاء مع الأستاذ فضل العاقل أمين عام اتحاد عمال اليمن. أستاذ فضل، عدنا لك من جديد فيما يتعلق بالموظفين في القطاع الحكومي. الآن 8 أشهر ربما منذ انقطاع رواتبهم، كيف يبدو وضعهم؟ هل هناك مؤشرات على أي حل لهذه المشكلة؟ أخي، الاتحاد العام قام بعدة لقاءات من أجل صرف المعاشات للعاملين. نحن لسنا طرف ولسنا وراء يعني تابعين لأي جهة كانت، نحن همنا نغيف أولادنا ونعيش بكرامة. العمال في اليمن بالفعل يعانوا من هذه الخلافات الداخلية أو الخارجية وإنعكاساتها على وضعهم المعيشي ووضعهم الأسري بشكل عام. نحن نعم. في أستاذ فضل، أستاذ فضل، أيوة، معذرة، هناك يعني تشويش ربما صوت التلفزيون، ما أدري ما هي هذه الأصوات حتى نسمعك بوضوح. أرجو أن تسمعنا من الهاتف وتتحدث بالهاتف فقط. طيب نعم أستاذ فضل، إذا إلى أن يهدأ هذه الضوضاء التي بجوار الأستاذ فضل العاقل، أعود للأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد الجماعي، عدنا لك من جديد. الآن ربما 8، الإحصائية الأخيرة تقول بأن 8 ملايين يمني خلال العامين من الحرب يعني فقدوا وظائفهم. أيضا هناك العشرات من الأثرياء الجدد وأصحاب المشاريع التي تم افتتاحها في صنعاء تزداد. كيف يمكن المقارنة بين هاتين النظريتين؟ ناس تموت من الجوع في المقابل ناس يزداد الثراء لديهم. نعم، الـ يعني انقطاع الخدمات الأساسية و يعني إغلاق المشاريع الكبيرة، ملاحقة التجار، يعني الضغط على كثير ممن لا يوالون ميليشيا الحوثي في صنعاء وفي غيرها من الأماكن، أدى إلى نزوح الكثير من رؤوس الأموال المحلية و بعضها بطشت بها الميليشيات، وإلى الآن لم تصدر عن أي جهة مالية مثل يعني والغرف التجارية والاتحاد العام
الأندية التابعة لرجال الأعمال لم تصدر أي من هذه التقارير خوفا على من تبقى في صنعاء. هذا الموضوع أدى إلى نشوء طبقة جديدة هي التي تقوم الآن بالاستفادة من إطالة أمد الحرب، وهي التي تحولت إلى ثعابين للثروة والمال، وهذا ما دلت عليه التقارير من داخل صنعاء عندما اشتكى التجار من فساد في ميناء الصليب وفساد في ميناء الحديدة والحساب التجار على حساب آخرين واستيراد بكميات هائلة وأموال قائلة لأناس بسيطين وبالأعمار بالعشرينات والثلاثينات أتيحت لهم إمكانية استيراد مشتقات نفطية لمحافظة مثل صنعاء مثلا تقسم بين ثلاثة أو بين اثنين أو بين أربعة، بطبيعة الحال تضخ لهم أموال كبيرة جدا، والذين تحتهم يستفيدون بعد ذلك من بيعها في الأسواق السوداء سواء الغاز أو المشتقات النفطية أو غيرها. يوجد الآن بعد فشل الحوثيين والميليشيات في تسليم الرواتب وتحولها إلى يد الحكومة نوعا ما من إعادة بعض الأمل إلى الكثير من هذه الفئات التي المهنية بعودة بعض الرواتب، لكن هذا لا يمكن أن يقاس عليه بقية اليمنيين الذين يستلمون رواتب في اليمن لا يتجاوزون مليون مواطن، غير ذلك كلهم يعملون في أعمال حرة. القطاع الخاص يأخذ أقل من هذا، يأخذ أكثر من هذا العدد سواء الضعف أو المرة ونصف، مليون ونصف أو مليونين يأخذوا القطاع الخاص. القطاع الخاص الآن دمر، وهذه هي الجريمة الكبرى أخي بشير، ليست هي مسألة الرواتب فقط، الرواتب تخص 5% من المواطنين اليمنيين، البقية أهلكوا بسبب نشوء الصاعدين الجدد واستحواذ طبقة معينة على الأموال والثروات. والكثير من الزملاء يحكون في صنعاء عن انتشار بورتات ولافتات كبيرة لمولات وشركات وأعمال تصغر وتكبر، شركات اتصالات وغيرها ومولات بأسماء تشير مباشرة إلى الجهة الممولة والجهة المانحة. نعم أستاذ محمد، ألا يمكن لهذه المشاريع التي ظهرت من هؤلاء أصحاب السوق السوداء أو الذين يتبعون الميليشيا بصورة وبدرجة أساسية أن تستوعب ولو الحد الأدنى من هؤلاء العمال الذين فقدوا وظائفهم؟ كم ستستوعب هذه الشركات إذا كانت هي في الأصل جديدة وناشئة؟ كم ستستوعب من العمال الذين فقدوا وظائفهم؟ ولا سيما أنك تعرف أن حركة النزوح مستمرة بشكل كبير إلى المناطق المحررة وإلى خارج البلاد وإلى الدول الغربة وإلى غيرها، وبالتالي الذين فقدوا وظائفهم لا يمكنهم أن يعودوا أيضا إلى مثل هذه الشركات إلا من كان لهم ارتباط بهذه الميليشيات وبهذه الطبقة من المستفيدين والصاعدين الجدد منذ عام 2014. نعم طيب أستاذ محمد، أعود للأستاذ فضل العاقل إلى صنعاء أمين عام اتحاد العمال اليمن. أستاذ فضل، عدنا لك من جديد، هل لديكم تواصل مع الحكومة الشرعية في عدن أو سلطة الميليشيا في صنعاء لعمل حل لمشكلة العمال وأيضا الذين فقدوا وظائفهم؟ أستاذ فضل، فقدنا الاتصال بالأستاذ فضل، وأعود بالتأكيد للأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد الجماعي، الآن إذن في ظل هذا الوضع القائم كما تعلم الآن من 7 إلى 8 ملايين يمني فقدوا وظائفهم، ما هو الحق والواجب على الحكومة الشرعية استيعاب هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم أو توفير الحد الأدنى لهم أو صرف رواتبهم أو أيضا المنظمات الإنسانية المعنية بهذا الشأن؟ نعم، إذا أخذنا شق الحكومة سنذهب إلى ما يخص الحكومة في هذا الموضوع، وهو النقطة الأهم الفاصلة في هذا الموضوع، وهو تحرير البلاد. بغير تحرير البلاد لن تستطيع أن تشتغل الحكومة على مسألة إغاثة المواطنين وإعطائهم أو توفير الأجواء للقطاع الخاص. ربما الأجواء مناسبة في ميناء عدن للاستيراد والتصدير، لكنها تصل إلى محافظة دمار فتجمرك الأموال هناك، ثم بعد ذلك تجمرك في صنعاء لمن لم يجمرك في دمار من المنافذ الأخرى القادمة إلى صنعاء. هذا تضييق على القطاع الخاص، حتى الذي أنت سهلت له المهمة لكي ينزل إلى عدن
ولكي يستورد ويصدر. نعم. الدور الذي تقوم به المنظمات يعني الإغاثية دور مشبوه، دور يعني مدان من كثير من المنظمات المحلية ومن كثير أيضا من المواطنين، وتقارير كثيرة تشير إلى أن حتى مركز الملك سلمان وهو أكبر من دعم الأمم المتحدة بمبلغ 289 مليون دولار خلال عام واحد اللي هو 2016 يتهمهم أن هذه الأموال يعني يشكك في وصولها إلى المواطنين. كما تعلم الأمم المتحدة مقاول مثل بقية المقاولين تحصل على مشاريع، والمؤتمر الأخير في جنيف الذي دعت إليه سويسرا والسويد والأمم المتحدة جمعت ما يقرب من مليار و200 مليون حتى لم يستطيعوا تحقيق الحد الذي طلبوه هو الحد الأدنى. نعم. هذا يدل على أن المنظمات والدول لم تعد تثق بالدور الأممي ولا بمنظماتها، لأنها أحدثت مشاكل كثيرة في قضية وصول الأموال إلى يعني المساعدات إلى المواطنين في المحافظات حتى التي بيد ميليشيا الحوثي. نعم. هناك يعني هناك حتى ضغوط كبيرة لإبقاء ميناء الحديدة بأيديهم بدعوى الإغاثة وإنقال الأعمال أو المساعدات الإنسانية، رغم أن الحكومة أعلنت استعدادها عن توفير عن ميناء المخا وميناء عدن وميناء حضرموت ومطار عدن ومطار السيون. هناك منافذ كثيرة للإغاثة، ومع ذلك تصر هذه المنظمات على وصول المساعدات إلى نعم عبر ميناء الحديدة. نعم أستاذ محمد الجماعي شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من عدن الصحفي الاقتصادي، شكرا لك. وأعود هذه المرة إلى أنقرة مع الباحث الاقتصادي الأستاذ حسام السعيدي. مساء الخير أستاذ حسام. مساء الفل، أهلا وسهلا بك عزيزي. مرحبا بك أستاذ حسام. يعني بغض النظر عن الحرب التي كان لها بالتأكيد سبب رئيسي في ارتفاع البطالة في اليمن ويعني فقد الكثير من اليمنيين وظائفهم، إذا تحدثنا عن أسباب أخرى أيضا ساهمت بشكل أو بآخر في يعني فقد اليمنيين للوظائف غير الحرب، ما هي من وجهة نظرك خلال العامين الأخيرين؟ بداية الحقيقة الأرقام في ظل الكارثة الموجودة تصبح يعني غير ذات معنى، لأن الوضع في الحقيقة كارثي. ولكن قبل بداية الحرب بفترة قصيرة، وكنتم تعرفون تم ترحيل أكثر أو حسب البيانات التي تم استطعنا الحصول عليها تقريبا 600 ألف عامل تم ترحيلهم من المملكة السعودية العربية السعودية. هذه كانت بداية الصدمة بالنسبة للقطاع للعمالة بشكل عام، سواء العمالة في الخارج أو العمالة حتى في الداخل. طبعا بعد ذلك مباشرة حدثت الحرب كما نعرف، وإن كان لها هدف يعني الحرب هي أضافت من المشكلة وعملت على تنمية طبعا بشكل أكبر، ولكن أيضا قبل ذلك كانت المشكلة مشكلة البطالة مشكلة كبيرة، وكان تقريبا نحن بحاجة في الاقتصاد إلى 200 ألف وظيفة سنويا لنبقي على معدل البطالة كما هو ما لم يتم يعني زيادته بنقاط مئوية عالية. المشكلة في العمالة التركيبة السكانية أيضا نفسها، أن المساهمين في النشاط الاقتصادي من إجمالي القوة البشرية في اليمن تقريبا تصل إلى 40%. هذا يعني أن معدل العمالة عالية جدا، العمالة الاقتصادية يعني عمل كم يعيل أشخاص. في الوضع الطبيعي كانت تقريبا 600%، الآن تتجاوز 1000%، بمعنى أن الشخص الواحد تقريبا يعيل قرابة 10 إلى 12 شخصا بعد دخول العاطلين عن العمل بسبب الحرب. نعم. إلى نسبة الإعالة. نعم. نعم. نعم نعم. إجراءات الحكومة أستاذ حسام حتى الآن لا تبدو ربما متناسبة مع حجم المشكلة، ولم نجد اهتمام كافي أيضا بهذه المشكلة التي تمثل رأس الأزمة الإنسانية. أين تكمن المشكلة من يعني وجهة نظر اقتصادية؟ الحقيقة أن القطاع العام في البداية يعني يعاني من تضخم عالي جدا في الوظائف أو البطالة المقنعة، بحيث أن الأعداد في القطاع العام متضخمة كبيرة تصل تقريبا إلى 600 ألف في القطاع الإداري وغير القطاع العسكري. نعم. هذا يعمل ضغط كبير الحقيقة، وبالرغم أنه كان يعني مسيطر على جزء كبير من النفقات الدولة. بالنسبة للحكومة حاليا طبعا هناك عجز واضح في دفع مرتبات الموظفين، ايضا عمليات الاعمار التي يجب ان تبدا في المناطق المحرره على الاقل وتتم من خلالها تشغيل عماله او برامج اعمار بعماله كثيفه. هذا شيء مهم لانه سيقلل من نسبه البطاله الى حد ما وسيجد او سيوفر دخول للعمال. مع الاسف طبعا مع ارتفاع معدلات الاسعار او التضخم
لا توجد حلول مثل هذه أيضا. هناك مشكلة أخرى أيضا، المعاشات التقاعدية تقريبا وفقا لآخر تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية 4% فقط من الأسر في اليمن استطاعت الحصول على المعاشات التقاعدية. إذن المشكلة الأولى تتمحور في عجز الحكومة في عن دفع المرتبات أو تماطلها في هذا الأمر. الأمر الآخر أيضا نهب معاشات التقاعدية، إذن المرتبات بشكل عام هذا الدرجة أساسية. النقطة الثانية أنه الرعاية الاجتماعية، برامج الرعاية الاجتماعية توقفت بشكل كامل مع الأسف. أيضا لا توجد خدمة للعمال أو للعمالة في الدول الجوار، هذه كلها تتحملها الحكومة مع الأسف التي لم تقوم بشيء. أمام أستاذ حسام، أمام هذا البطالة الكبيرة وربما 7 إلى 8 مليون فقدوا وظائفهم، لكن لم نجد أستاذ حسام أي حراك عمالي لا في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا ولا أيضا المناطق المحررة، ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ الأسباب عديدة في حقيقة الأمر. أولا بالنسبة في المناطق غير المحررة تخضع لقوة السلاح وهي قوة قهرية، أيضا حتى في المناطق غير المحررة يعني هناك تماسك، وهذا شيء ملاحظ في المجتمع اليمني أنه معظم طبعا العاطلين على الأعمال إما لجوا إلى أسرهم إلى بيع المدخرات مع أن مدخراتهم ضعيفة تماما، حتى البنوك التجارية لا تقدم قروض أو نسبتها قليلة جدا. الفكرة أو لماذا هذا الأمر الحقيقة هو اجتماعي ومرتبط بعدة، هناك عدة أسباب متداخلة مع بعضها. أولا طبيعة الحرب نفسها هي يعني أنت تعرف بأنها في حرب في صنعاء أو في البداية حرب انقلابية، وبالتالي هناك تستطيع أن تقول قهر أو قوة قهرية كبيرة تمنع إلى حد ما قيام أي نوع من هذه الأعمال أو المواجهات السلمية، وهو هذا الأمر معروف حتى على مستوى الحديث أو الهمس في الشارع ممكن يمثل تهمة. أما في المناطق المحررة مع الأسف هناك بعض ردات الفعل وإن كانت حتى بعض الانتقادات أكثر، ولكن هناك إجراءات تخديرية بين الحين والآخر تم تقدمها الحكومة وبعضها للأسف غير حقيقية. يعني مثلا نشاهد رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء دائما يتحدث عن صرف مرتبات ومن يوم إلى آخر، وللأسف هذا الأمر غير موجود. هناك الحقيقة أيضا في المناطق المحررة بعض عاد النشاط قليلا إلى الأعمال الاقتصادية، وهذا أيضا قلل من درجة الاحتقان إلى حد ما. مثلا في نعرف مثلا عدد الحرفيين أو في اليمن تقريبا يصل إلى قرابة 700 ألف شخص، هؤلاء استطاعوا أن يجدوا متنفس في بعض المناطق خاصة في مأرب في عدن. بدأت المصانع أيضا بعض المصانع بالعمل في المناطق المحررة، وهذا يعني الأمر استقطب بعض العمالة، بينما يعني طبعا عمال المصانع عددهم يتجاوز 300 ألف في المناطق غير المحررة تقريبا متوقفة كاملة أو تم قصف هذه المصانع. أشكرك أستاذ حسام، أشكرك على مشاركتك معنا. حسام السعيدي باحث اقتصادي كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة، والشكر أيضا للأستاذ محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي كان معنا من عدن، والشكر أيضا لأمين عام اتحاد عمال اليمن فضل العاقل كان معنا من صنعاء، والشكر أيضا موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله.